تراجع أداء بورصة عمان خلال جلسة تداول اليوم التي جرت في أجواء المنخفض القطبي الذي تتعرض له المملكة، حيث انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة طفيفة وأغلق عند 2136 نقطة مع تحسن في مستوى السيولة. وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 19% وقطاعيا ارتفع لقطاع الخدمات بنسبة 96% وللقطاع المالي كما نلاحظ 59% وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 39%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها اليوم 125 شركة، ولدى مقارنة أسعارها مع إغلاقاتها السابقة أظهرت 45 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، 46 شركة أظهرت انخفاضا في الأسعار الأسهم، واستقرار ل 34 شركة، في حين بلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 10,700,000 دينار عبر تداول 10,300,000 سهم نفذت من خلال 1,100 عقدين. وقطاعيا ساهم القطاع المالي بأعلى نسبة في حجم التداول وبلغت 63-48%، قطاع الخدمات 26-60%، أخيرا الصناعة بنسبة 9-92%.